نروح للسؤال الثالث، ايه هي حقيقة تعاقدك مع مجلة عالمية لتسهيل التصوير في الأماكن الأثرية وتصوير فيلم داخل الهرم؟ شوفي، اولا نمرة واحد، انا اخترت عن طريق الناشنال جيوغرافيك في 2009 ضمن اشهر 9 مكتشفين في العالم. كنت انا الاجنبي الوحيد، انا وجان جودو بتاعت الشمبانزي الانجليزيه، واتعمل احتفال ضخم جدا، والاحتفال ده حضره السفير نبيل فهمي في واشنطن. وبعد كده هم بداوا عايزين يتعاقدوا معايا. التعاقد في ايه؟ ان كل محاضراتي وكل كتبي الاول اعرضها عليهم، وعايزين يعملوا معايا عقد طبقا للقانون 47 اللي عدل في 81. من حقي اتعاقد في عمل كتب او محاضرات لازم اخد موافقه الحكومه المصريه. فخدت موافقه فاروق حسني، مضيت العقد، وبعد كده انا ما سهلت لهمش اي حاجه اطلاقا. بالعكس، كل الحاجات الدوكيومنتري او الافلام التسجيل اللي اتعملت عملها الديسكفري شانل. موضوع الهرم بقى، شوفي، لما احنا دخلنا الروبوت جوه الهرم، شوفي، مصر كل المصريين سهروا للصبح، العالم كله كان سهران يشوف الروبوت هو داخل الهرم. انا يا ناس لا انسى ان الروبوت ده، انا ماشي في ميدان لبنان قابلت واحد بيشحت مش عارف يتكلم، قال لي يا زاهي بالله انت هتدخل الروبوت امتى الهرم؟ دي اجمل حاجه تحصل في الدنيا. بس ما فيش خطوره على الروبوت انه يدخل جوه الهرم؟ روبوت ايناس ده، الهرم ده المأمون ابن هذول الرشيد الجنود بتاعه جم وشالوا منه حجاره. ده احنا خرمنا خرم سنتي وملي مت، دخلنا الروبوت، طلعنا وراه باب تاني، عملنا اكتشافات هزت الدنيا كلها. لكن اعداء النجاح، طب شوف الطفل هنا قول له ايه قدوتك، مش هتلاقي، لان احنا بنحطم دايما نجومنا ومشاهيرنا. وانت هنشوف بقى التحطيم ده فوق، والفقره اللي جايه اسمها سيرتك على كل لسان. يا نهار اسود.